بما اني خريجة عام زايد اخترت ان مشروعي يكون عن عام زايد، وهو عبارة عن مجسم للشيخ زايد يحتوي على قطع من المرايات، والجدران فيها مبادئ الشيخ زايد معكوسة يتم قراءتها من خلال الرؤية عن طريق المرايات. مشروعي يتكلم عن منصة زايد بينه، هي أول منصة مجتمعية ضمن عام زايد تهدف بأثار قيم زايد على مهارات القرن 21. مشروعي صندوق عام زايد، فكرة الصندوق يحتوي على أعمال وأنشطة يقوم بها أفراد الأسرة طيلة عام زايد. في كل شهر عندهم نشاط يسوونه، من أنشطة عملية، زراعية، تعليمية، دينية، وأنشطة مختلفة. تخرجي هو عبارة عن حملة عن شجرة الغاف. الشيخ زايد وصانا بهاي الشجرة، فأنا حابة أني أدعم هاي الوصية، وشيء بسيط مني كرسالة. أن الحياة عمل من البداية إلى النهاية، عمل عملك هذا.